اللي هو سنتين دول، ويمكن بقالنا سنة تقريبا أو أكتر من سنة منذ أن تولى الرئيس لحد دلوقتي، نلاقي كل يوم مزقوق حد يتكلم شوية يدفع في اتجاه معين. لقينا مثلا الرواق المطبع مع إسرائيل شوية، ثم البرادع بتاع الأمريكان شوية، ثم الواد الأراجوز بتاع الأمريكان شوية، ثم عصام اسمه إيه بتاع ناسا ده الأهبل ده شوية، ثم ومجموعات من الداخل ماشية في نفس الاتجاه، جرايد وسائل إعلام غيره. إيه اللي مطلوب من مصر خلال السنتين دول؟ إيه اللي بيتعمل مع مصر؟ طيب أنا هقول لك حكاية أنا بقولتها في كل برنامج وهقولها في كل مرة هطلع فيها. سنة 74 وأنا طالب في إنجلترا، جانا لورد كارينغتون كان بيدينا محاضرة. لورد كارينغتون ده مشهور ان هو بيسموه الشيطان بتاع الأمم المتحدة في يوم من الأيام. ليه؟ بعد حرب 67 انتهت الحرب ومطلوب من الأمم المتحدة تصدر قرار بوقف إطلاق النار. مصر فقدت سيناء، الأردن فقدت الضفة الغربية بالكامل، سوريا فقدت الجولان، ومطلوب وقف اطلاق نار عشان تقبلوا الجهتين، والعرب عايزين اسرائيل تنسحب من كل الاراضي اللي خدتها، واسرائيل لا انا منتصره هشوف اسيب ايه ودي ايه. ففي الامم المتحده كانت مشكله عشان يطلع القرار، فلورد كارينغتون ده راح متخذ القرار الشهير 242 اللي ضحك فيه على العرب وعلى الاسرائيليين وطلع القرار وكلاهما وافق بكلمه ايه؟ ذا. النسخة العربية مكتوب فيها ان اسرائيل تنسحب من الاراضي اللي استأخدتها بعد سبعة. نعم. والنسخة الاسرائيلية ان اسرائيل فروم تريتوريز اراضي، فده قبل على النسخة المصرية وده قبل، فده لورد كارينغتون والناس وخلصت. فجاب يدينا محاضرة في كلية كامبرلي الملكية، فرفعت ايدي قلت له انت كنت تقصد ايه وبتاع، فقال لي انت مصري؟ قلت له ايوه. فطبعا عشان زوغ من السؤال حاولنا ضحكت عليك، فقال لي بص مصر دي هي اقوى دولة في المنطقة، مصر دي محطوطة بول حمام سباحة المية لحد هنا، اللي حواليكوا كلكوا واللي بره لا عايزين المية تزيد فتموتوا، لا مصر لازم تفضل كده، ولا عايزين المية تنقص فتاخدوا قوتكم وعضلاتكم وتفردوا، فهتفضلوا فور ايفر الميه كده. الكلام ده 74، شوف النهارده يا احمد. مش هغرقك بس عايز اخنقك. بالظبط، وتفضل كده مش شايف قصادك. طب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ اي فندم. السنه اللي فاتت انا كنت زي التوقيت ده شهر 10 في امريكا. امريكا او الدول الكبرى في العالم كله بتعمل كل 5 سنين اسسمنت، بتعمل تقدير لدول العالم كلها عشان تقول السياسه بتاعتها خلال ال5 سنين اللي جايه تبقى ازاي. كل الدنيا بتعمل، مصر بتعمل، كلنا. فالامريكان عملوا دراسه خطيره لل5 سنين اللي جايه من 2015 ل 2020 عن مصر، لا عن العالم كله. تمام. ممكن نشوفها يا فندم مع الكاميرا بعد اذن حضرتك؟ ايوه بس مش هنوضح بقى عشان احنا ماشي يا فندم، بس خلينا الغلاف الكفر بتاع الكفر. ايوه خلاص. الدراسه دي قسمت العالم الى امريكا الجنوبيه اتبعنا، جت على اوروبا وشلت منها روسيا خليتها دراسه لوحديها، افريقيا احنا مش فيها، دخلت على الميدل ايست الشرق الاوسط احنا مش فيها، وراحت حتى لمصر دراسه لوحديها احنا باب لوحده وروسيا بس في كل الدراسات دي كلها. الخلاصه بقى الدراسات بتقول ايه؟ بتقول الدراسات الامريكيه اللي معروضه على لجنه الدفاع والامن القومي عشان تشوف الاستراتيجيه بتاعتهم خلال ال5 سنين الجايه حتى 2020. واحد، ان مصر حاليا حدودها في البحر المتوسط وشمال الدلتا عندها اكبر مخزون من الغاز والبترول في هذه المنطقة. ده واحد. اتنين، ان الكلام ده جاي من الدراسات الجيولوجية الامريكية. قالت كده. انا هقطع الحديث ده دقيقة واحدة واخش على حاجة تانية. زمان كنا نسمع يقول لك امريكا عندها حقول بترول افلاها. ايه الهبل ده؟ صح؟ ما كنتش مصدق.
لحد ما حصلت أزمة روسيا مع أوكرانيا، وعشان أمريكا تقدم روسيا راحت فتح الحقول وراحت منزلة برميل بترول من 80 دولار و 90 دولار النهارده 40، وكان ب 140 نزل لحد 40 40 النهارده. نعم. مين اللي اتضرر نمره واحد؟ روسيا. روسيا. العرب مش مشكله عندهم اسيتس في اوروبا وبتاع يعيشوا خمس سنين. لكن فقالوا ان مصر مخزون مخزون، وان من خلال 2016 17 18 هتبدا الحقول دي تطلع. مصر النهارده عندها كم حقل استكشاف بترول في المنطقه دي كلها؟ 60. لم يحدث في احنا اقصى حاجه كان 5 6 10، احنا ماضيين باتفاقيات 60 حقل بيكتشف دلوقتي في مصر.